من سوريا خفنا على أولادنا من القصف، صار يجينا القصف ما نعرف منين يجينا القصف. قوم شلت أولادي والله جاي الله وصلنا بسلام الحمد لله. المخيمة زعتري، قعدنا بخيمة، سلمونا خيمة وسلمونا مد للخيمة وسلمونا سفنجات وبطانيات جزاهم الله خير. الوضع ما يناسبني ولا بأي شكل من الأشكال، كنا انتقلنا البرة مخيمة زعتري. طلعنا من مخيمة زعتري، كان ابن عمي هنا مستأجر، دبر لنا غرفة بأربعين دينار شهري. قمنا قعدنا بالغرفة 11 شهر، وبعدين الغرفة ما عاد نقدر نسكن بها لأن غرفة تراب وذلين تهبط علينا. وقمنا دورنا على مكان بخيمة مشان نقعدوا، خفنا من الغرفة تنهد علينا. قمنا لعند ابن حلال جانا دورنا، لقينا مخازن مفتوح عجينا عليه. قال أهلا وسهلا تعالوا يا أخي اقعدوا، الله يفرج عليكم. يوم نجبنا الخيمة وبنيناها وقعدنا بها قريب شهر تقريبا، قعدنا بالخيمة والله جاب لنا على غاثة الإسلامية جزاها الله خير، وشافوا وضعنا ودبروا مسكة الحمد لله وقعدنا. أنا مواطن سوري، جيت من سوريا، دخلت الأراضي الأردنية لاجئ، ودخلت على مخيم الزعتري. أول ما دخلت على مخيم الزعتري لقيت الوضع ما يناسبني، يعني لأنه عندي عائلتي 12، عندي 9 بنات وعندي ولد وأنا وزوجتي 12، وعندي بنات مكفوفات، ما قدرت أتعايش في المخيم ولأنه الجو ما يناسبني. قمت طلعت برا، قلت لحالي ممكن ألاقي لي بيت لو أنه صغير شغلة، ما حصلت، ما كان في عندي إمكانية، وسكنت بخيمة. بعد ما طلعت من المخيم، بعد فيه تقريبا شيء ساعتين ثلاث بس، وطلعنا من المخيم وسكنت في خيمة في المفرق جنب جامعة آل البيت في منطقة هناك، في تقريبا شبه مخيم صغير في اللي عمامي موجودين، وجلست عندهم بالخيمة فترة شيء 3 شهور، وعانيت من الوضع تعيس، يعني غبار وصرف صحي ما فيه، ومي ينعبي بالتنك كل أسبوع بدي تقريبا بشي 12 دينار مي، وكهرباء ما كان فيه، أحيانا ناخذ من عند الجيران شريط يوم تنقطع يوم، يعني مسافة بعيدة صاير خط الكهرباء، وكان ما في لا ثلاجة ولا في شيء، والمي صاخنة ووضع سيء كان. وطلعنا تقريبا 3 شهور كنا نعاني كثير كثير، لكن بعد ما جونا الإغاثة الإسلامية الحمد لله، يعني أملوا لنا بيت ودفعوا لنا أجار البيت، ورحنا جلسنا بالبيت. البيت الحمد لله فيه كل شيء، حمامات وفيه مي وفيه كهرباء. الإغاثة الإسلامية الله يجزاها الخير، يوم دورهم علينا ونحن كنا قاعدين بخيمة وكان وضعنا صعب جدا جدا صعب. أنا عندي 12 بنت ومحنا معودين نقعد بخيمة، وكان الوضع سيء كثير، الدنيا غبرة، وعندي 4 بنات كفيفات، الغبرة أثرت على عيونهن، ودواء ما في دواء، وعيونهن تنفخت التهبت من الغبرة، وعانينا كثير شوب، وخيمة واحدة ما في غيرها، يعني كيف تنحصر عيلة كاملة ب 12 خيمة؟ وضعنا كثير كان صعب كثير، لا في حمام، لا في تواليت، أنتم بكرامة ما في شيء. بس يوم انهم دوروا علينا الاغاثه الاسلاميه واوونا البيت كثر الله خيرهم، احنا ما ننساهم من دعائنا، دائما ندعي لهم ان شاء الله بالخير.